السلام عليكم متتبعي قناتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، اموركم بصحه جيده. خليكم على فيديو ديال اليوم، اكيد غادي يعجبكم. نوريكم المراحل وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نجيو باش نحضروا لا جينواز. غنحتاجوا فيها 3 البيضات بحراره المطبخ، كاس ديال السكر سنيده، صاشيه ديال السكر فاني، كاس ديال الدقيق الفورص يكون مغربل، وهنايا درت معلقه ديال الماء دافي باش دغيا طلع لي لا جينواز، ومع على حسب ديك المعلقه 6 معلقه ديال الدقيق. المهم اول حاجه غادي نخوي هنايا الساشي ديال الفاني. الا كانت عندكم الروح ديال الفاني وبغيتو تستعملوها، يعني اي نكهه اللي بغيتي نكهه ديرها، انا درت قبيصه ديال الملحه. غادي نزيد كاس ديال سنيده، غادي نزيد البيض ونطلع لا جينواز ديالي، نعطيها حقها باش تجيني زوينه، كتجي فنه البنات لا جينواز بلا ما ديروا الخمارات، ما تنديروش فيها الخمارات واخا تكون وحده واخا الجو بارد. دابا راه عارفين راس العام وهذا يعني الاخر ديال ديسمبر البرد. وهنا البنات هنا باش نحضروا الطبقه الثالثه ديال الكيك ديالنا، غنحتاجوا جوج وريقات ديال الجيلاتين، 4 ديال الصفر ديال البيض، 10 المعالق ديال السكر سنيده، كيس ديال الفاني، هنايا ربع كاس ديال العنبه، انا تما راه الكاس صغيور، وهنايا تقريبا كاس ما عامرش ديال الكريمه سائل. المهم اول حاجه البنات غادي نجيب زلافه، غادي ندير فيها جيلاتين باش يفزق على خاطرو، غادي ناخد كاسروله غادي نحسب فيها 10 ديال المعلقات ديال السنيده، هما اللي كاينين اصلا في لابواط، وغادي نزيد عليها داك الماء ونردها فوق البوطه على عافيه مهيله. مره كنحرك صراحه حيت كنخاف بعض المرات لا يلصق، ولكن راه كيجي ناجح 100% حيت زعما معاه الماء، منين كيذوب ليا تماما كنحطو هنايا باش يبرد. كناخذ 4 صفر ديال البيض ديالي، غادي نزيد عليهم سكر فاني، وغادي نخلطهم بالطراب الكهربائي. الا كان عندكم غير الطراب اليدوي ماشي مشكل، تحركوا غير باش تنسجم لينا العناصر. انا طلعنا يعني خلطت شويه البيض صفر ديال البيض مع الفاني، وزدت عليهم الكريمه السائله ديالي، غادي نخلط حتى ينسجموا لي العناصر مزيان. وغادي نجيب ملعقه خشبيه، غادي نضيف الخليط ديالي على السكر والماء اللي تكراميليزاو هكا. دابا غادي نرد كلشي على عافيه مهيله حتى تخلطوا ليا تماما، يعني حتى
ما يتحببوا ما حتى شي حاجه، ينسجموا العناصر كاملين. بقاو تتحركوا هكا البنات مره مره شويه. انا راني هنايا درت التسريع باش الفيديو ما يجيش طويل، حيت فريمون تماره، ولكن ملي كتذوقوها شي حاجه رائعه وراقيه. وهنا البنات من بعد ما كنحيدهم من فوق البوطه، كنجيبو جيلاتين كنعصره مزيان من الماء وكنضيفوه ليه وهو سخون، وكنحركو باش يندمج مزيان. كانت هذه البنات الطبقه الثالثه اللي غادي نديرو من فوق لاجينواز. كنخلي الخليط باش يبرد ليا، وغادي ندوز باش نوجد معكم الطبقه الثانيه اللي غادي ندير مباشره مورا فوق الجينواز. بالنسبه للبنات الطبقه الثانيه كيف ما قلت لكم، هنا انا دايره شوكولاط بيض ماشي كحل، زدت عليه صاشيه ديال اقبال الكاكاو حيت ما كانش متوفر عندي صراحه، وكان الليل. هنايا جوج معلقات ديال املو، ما عنديش البخاليني متوفر فدرت املو، درت جوج معالق املو، كاس ديال الياغورت طبيعي مسوس. انا غادي نبدا بمعلقه، ولكن راه درت الكاس كامل، يعني ماشي غير ما اكتفيتش بمعلقه، درت الكاس كامل. وباش ندير القرمشه ما لقيتش الفيوتين قريب ليا، ما عنديش متوفر لي فخويساك، شنو درت؟ خديت هذا تشوكو فليكس حتى هو يعني غير باش ندير القرمشه في الكيك ديالي. خديت هنايا ربعة، ولكن بالنسبه للكيك اكتفيت غير بثلاثه، درت جوج كحلين وواحد بيض، ولكن البنات والله الا ما دق رائع صراحه، حتى زعما اللي طاقتو داكشي فنين، ابتكرت وعجبني الابتكار، وجربوا اكيد غادي يعجبكم. هنايا كنحاول انني نطحن غير شويه حيت قاصح شويه هاد التشوكو فليكس، المهم كنحاول انني نهرمش شويه نطحنو، وغادي نزيدو من فوق الشوكولا ديالي. وكيف ما قلت لكم البنات، حيت راني دايره البسكوي، يعني هاد البسكوي هذا راني درت الكاس ديال الياغورت كامل، ما درت ما اكتفيتش بمعلقه، درت الكاس كامل. وصافي هنا كنخلط، وهذه هي الطبقه الثانيه ديال الكيك. وهنايا حبايبي خديت المول، عندي مول ديال على شكل قلب، يعني اطار ماشي مول، فحاولت انني نقطع، وهذاك الشيطه اللي كتبقى ديال لاجينواز ما غاداش تضيع، هي باش صايبت الحلوه اللي مدوره. المهم خليكم على فيديو. هنايا كنحاول انني نقطع اللي تعكس، اللي حاولت زعما عاونت راسي بالموس، ودرت الطبقه ديال املو وشوكولا وتشوكو فليكس. بالنسبه للتشوكو فليكس البنات راه غير درهم عند مول الحانوت، يعني دائما نحاولوا اننا نصلعوا شي حاجه زوينه غير بالمتوفر، ما نبقاوش كنعرقلوا راسنا بشي حاجه لا هذه ما عنديش راه ما غاديش نجرب، يعني يكفي انه يكون الاساسي. هنايا صافي كنصايب كندير الطبقه ديالي، وكنحاول انني نقطها بالموس، وتنجيب حتى معلقه باش كنحاول انني نساوي الطبقه ديالي. داكشي اللي شط كامل، حتى شي حاجه ما تضيع، والله ما ضاعت شي حاجه. هنا البنات من بعد ما درت الطبقه الثانيه ديالي وقديتها بالمعلقه، جبت صفايه وغادي ندير معكم الكريمه اللي وجدنا، وغادي نخليه يبات في المجمد ليله كامله، خليته ليله كامله حتى الصباح. وهنا البنات يعني لغت لي، جيت باش نحضر الطبقه الرابعه اللي هي كريم شونتي، كاس ديال الحليب بارد مع علبه من لا كريم شونتي، يعني ما كاينش اللي ما كيعرفش دابا يطلع لا كريم شونتي. المهم غادي نجيب الباتور باش غادي نطلعها. بالنسبه للفاني انا وريتكم الفاني، يعني الروح ديال الفاني او لا ساشي الاختيار لكم، او اي نسمه بغيتو تنسمو بها الكيك ديالكم. انا بما انني زعما درت الفاني والكراميل، غادي نبقى مكمله في الفاني، فاكتفيت غير بالساشي ما درتش الروح. المهم غادي نطلع على كريم ديالي، وغادي نجبد الحلوه اللي بات في الثلاجه بدوك جوج طبقات،
غيكون غتكون شدات في راسها مزيان. انا صافي يعني طلعت لا كريم، ماشي ما خليتهاش جاريه، تطلعت مزيان، عقدت مزيان. هنايا خديت فيطه درت فيها الماء سخون وكنمسح الجوانب باش هكذا يسهل عليا انني نهز الاطار، حيت الاطار ما عندي ما كيتحلش، ما كي يعني ما كي ديمونسيوناش، ماشي ما يمكنليش نفتحه ونعاود نزيرو على الشكل اللي بغيت. فمسحت الجوانب بميه دافيه، يعني فوطه درت فيها الماء دافي. وهنا خديت هذا الموس ديال الحلوانيت، كنحاول انني من جنب باش منين نهز الاطار يجيني ساهل، ما نخسر حتى شي حاجه. دابا غادي نهزو، غادي تهز ليا بكل سهوله. شوفوا البنات الطبقات كيفاش باينين، يعني راهم شابعين راسهم. هنايا غسلت المول، الاطار ديالي غسلته مزيان وجبته، ما خشيتوش عاود كامل، خشيتو غير الفوق باش نحاول انني نجيب الاطار ديال القلب حتى في لاكريم، غير باش نسهل عليا. اما يعني حتى الا درتو بلا اطار راه غادي يتقد، غير باش نسهل عليا وصافي. هنايا غادي نقد السطح بلاكريم وغادي نزول الاطار باش ندير شتو هكذا، باش نزيد الجوانب غادي نقدهم بالموس. هو بصح الا كان عندكم الاطار اللي كيتحل وتيعاود يتجمع كيسهل زعما الصراحه، ولكن دائما ما زعما تنحاول ان بحال هذا الشيء ما يعجزنيش نقضي باللي عندي. المهم هنايا كنحاول انني نقاد لاكريم، كنبقى نساويها. غادي نخليها تطل في الثلاجه حتى العشيه، حيت دابا هذا الصباح. اول حاجه ملي نفقت قبل ما نفطر مشيت ليها هي الاولى، جبتها من الثلاجه يعني طلعت لاكريم وقلت نقادها باش تشد ليا العبار ديالها، ان شاء الله ناكلوها في الليل. المهم نخليكم باقي، غادي نزيدو الطبقه الخامسه ان شاء الله ونوريكم طريقه باش غادي نزين باش زينت الكيك ديالي. وهنا البنات بالنسبه للكلاصاج الكراميل غادي نحتاجو فيه 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين، هذه الطبقه الخامسه، معلقه كبيره ديال مايزينا، هنايا 175 ملي ديال الماء، كاس ديال الكريمه سائله، هنايا هاد لاجينواز، هاد الطبقه هذه ديال الكلاصاج البنات راني درت فيها الكريمه باش كنطيب، يعني كريمه سائله ديال الطياب ديك العاديه ديال 8 درهم ولا 9 درهم. هنايا كناخذ كاس كبير ديال السكر سنيده. المهم كنجيب واحد المعلقه تقريبا ديال الماء، غادي نزيدها على النشا باش نفزكو. يعني كنحاول انني نشرح بلا ديطاي ويكون زعما كلشي واضح، حيت بصح الباتيسري كتبغي دقه الامور. صافي هنا من بعد ما خلطت النشا ديالي غادي نخليها على جنب، غادي نجيب زلافه نفزك اوريقات ديال الجيلاتين، اولا نرد ثاني هي الاولى حيت غادي نديرها سيك. هنايا درت كاس كبير ديال السكر، ديروا كاس ديال العنبه، كاس كبير غادي نردو على عافيه مهيله. وهنايا غادي نفزك الوريقات ديالي ديال الجيلاتين ونخليهم على جنب هنايا عافيه مهيله. ومن طبيعه الحال غادي نبقى كنحرك حتى كيدوب ليا السكر، يعني السكر سيك حتى كيدوب تماما السكر بوحديتو. مورا ما كيدوب تماما ما بقى فيه والو، غادي نزيد عليه الماء شويه بشويه، ديك 175 ملي غادي نبقى نزيد شويه بشويه مع التحريك، راه ما غاديش يلصق لكم، ما غاديش وحتى الا تحجر بقاو كتحركوا راه دغيا غيعاود يذوب. موراها دابا غادي نزيد داك المزيج ديال النشا والماء اللي خلطت في السلافه بشويه بشويه، كنزيدو غير شويه بشويه حيت الله يحفظ الحرقه ديال السكر راه والله الا صعيبه. وغادي نجيب دابا الكاس ديال القشطه الطريه الكريمه السائله، هاد الكلاصاج البنات الكريمه ديالو استعملت غير باش كنطيب حيت كانت تسالات لي وصافي، يعني كان خصني نحطها في الليل وما عنديش الوقت باش نخرج نعاود نجيبها، فخدمت باللي عندي درتها في الاول
يعني خدمت بكريمه سائله الحلويات 3 لترو، راه دايره 30 درهم لليترو. وكاينه كريتينا 200 غرام ب 10 دراهم. هنايا درت صغير هذه كيف ما قلت لكم، منين تمزج ليا الخليط غادي نجيبه هنايا وهو سخون من طبيعه الحال. غادي نعصر داك لا جيلاتين وغادي نزيدها فوق الخليط ديالي وغادي نبقى كنحرك مزيان حتى يدوب جيلاتين مع الخليط، راه سخون والله الا زعما واخا حسيت بالمتعه وانا كنصايبه، واخا فيها بزاف بزاف د الحوايج ويومين د الخدمه، ولكن حسيت بالمتعه يعني، وخصوصا ملي نطقتها رائعه. انا جبت الصفايه وغادي نصفي باش ما يبقى ليا حتى شي حاجه، وغادي نخليها تما تبرد. جبت الحلوه ديالي اللي خليتها من الصباح، غادي نحاول نقاد ليها لا تكون ديفورميه من شي بلاصه، وغادي نجيب الطبسيل ما عندي حتى شي حاجه زعما مستحيله، الطبسيل وزلافه وحطيت فوق منهم هذا البلا، وهزيت الحلوه ديالي وغادي نجيب الكلاصاج ديالي من بعد ما يكون برد مع شي صون، يعني خليته حتى برد. الحلوه ديالي كانت ديجا بارده وغادي نبقى كنخوي شوي بشوي وكنردها بس دغيا تجمد لي حيت ما بقاش لي الوقت صراحه، والحال اصلا بارد يعني كنردها حتى كتجمد شويه وتنعاود نجي الطبقه الثانيه. وحتى داكشي اللي كيطيح لي البنات من التحت في الاخر راني شديته ذوبته ورجعته فوق البوطه حيت كان جمع، رجعته فوق البوطه حتى سخن وعاود صفيته وخدمت به. يعني راه درت تقريبا حتى الخمسه او السته ديال الطبقات ديال الكلاصاج وانا كنخوي حيت كيهبط. موراها كندخلها للثلاجه قبل ما نوجد يعني السكر باش غادي نزوق. هنايا بالنسبه للطبقه الا كانت عاجبكم باهته تخليوها، انا حتى حصلت على اللون اللي بغيت. هنا البنات باش نحضر معكم باش زينت لك لاجينواز، يعني كل وحده تزينها كيف ما بغات. خديت كاس مع عمرش ديال سنيده، كاس ديال الفاني، وهنايا كاس ديال الماء، ولكن كاس لروب، ولكن ما غاديش ندير يعني غادي غير نفزك السكر وصافي. غادي نخوي هنا سنيده ونزيد عليها الفاني والماء، غادي نديرو غير تتفزك ليا سنيده ونردو فوق عافيه مهيله نخليه حتى يتكراميليزا ليا. منين يتكراميليزا غادي تكون حدايا زلافه، غادي نحطو غير باش يتوقف ديك السخونيه ديالو، وغادي دغيا نخدم به حيت الجو بارد عذبني. وخدموا البنات فوق بابيي اليمونتيغ كان احسن. وهنا حبايبي من بعد ما صيبت السكر يعني هرستو عذبني شويه مع داك البابيي، ولكن معليش حاولت نزوقها بحال هكا في الجنيبات ديالها. وخديت دي مورتو اللي بقاو ليا كبار درتهم من الفوق، نتمنى تعجبكم. اما هذه البنات فهي داك لاجينواز اللي بقات لي، خديت المول فردتها ودرت فوق منها طبقه الشكلاط وداك الكراميل اللي بقى لي ولا كريم وزوقتها بالشكلاط. بالنسبه لاصو الشوكولا البنات استعملت فيها نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، وساشيه ديال الكاكاو. غادي نجيب الكاس الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه هاد المكونات كاملين، نص كاس ديال الزيت، نص كاس الحليب، ونص كاس ديال سنيده مع صاشيه ديال الكاكاو، وغادي نميكسيهم مزيان حتى كنحصل على صوص ديال الشوكولا اللي كتنفعني صراحه الا ما كانتش متوفره عندي جاهزه. ها هي البنات صافي دغيا كتوجد. جبت الحلوه ديالي الثانيه، ها هي اللي كانت حتى هي في الفريكو. خديت البقايا ديال لاجينواز اللي بقاو لي استفتهم في المول وسقيتهم باش يتجمعوا لي، حيت دابا ما كانتش مجموعه الكيكه، كان كل طرف بوحديتو. استفق منه داك الشكلاط اللي بقى ليا مع تشوكو فليكس، استفق منه داك الكراميل اللي كان بقالي،
او نتمنوا لا كريم شونتيي اللي بقات ليا، هادشي اللي درت وهاد لاصوص اللي شاركت معكم. حاولت انني نكتب 2020 ولكن خرجت بحال محمد، معليش. صافي، هادشي اللي كاين. نتمنى تعجبكم وتخليوا لي التعليق ديالكم، وشكر لكم. نتمنى هاد الحلوه اللي شاركت معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وشكر خاص خاص لحليمه الفيلالي اللي ما كتبخل علينا حتى شي حاجه. شكرا لك.